أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا إلى هذه المحطة. أعلن مجلس التشغيل المحلي لمحافظة رام الله والبيرة عن استقبال طلبات التقديم للمرحلة الثانية من المسابقة الشبابية للمشاريع الريادية. نتحدث عن هذا الموضوع والهدف طبعا من هذه المسابقة، خاصة في الحديث أو في الوقت اللي نتحدث فيه عن ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف الخريجين والشباب تحديدا. مع ضيفنا من داخل الاستوديو بنرحب فيه السيد نديم قنديل، عضو مجلس التشغيل المحلي لمحافظة رام الله والبيرة. يسعد صباحك. سعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. بداية يعني قبل ما نتحدث عن المسابقة وهي المرحلة تحديدا، خلينا يعني ناخذ لمحة أو فكرة عن مجلس التشغيل المحلي لمحافظة رام الله والبيرة. أول شيء يسعد صباحكم وصباح كل مشاهدينكم. مجلس التشغيل لمحافظة رام الله والبيرة هو واحد من العديد من المجالس في الوطن، لأنه كل محافظة فيها مجلس تشغيل. وهذا المجلس تأسس بسنة 2009 نتيجة الأرقام المرعبة لأعداد البطالة وكيف ممكن يتم التخفيف منها. وخلينا نحكي عن الأرقام اللي موجودة داخل محافظة رام الله اللي هي بتتجاوز نسبة 17% بشكل عام، وتحديدا في فئة الشباب 40%. وبالتالي اجت نتيجة الحاجة لدراسة السوق وعمل دراسات جدوى للتخفيف من حدة البطالة. فالمجلس مكون من مؤسسات حكومية بالإضافة لمؤسسات الأهلية وبالإضافة للمؤسسات من القطاع الخاص اللي بتحب انها تشارك فيه، برئاسة عطوفة الدكتورة ليلى غنام محافظة رام الله والبيرة. هاي فكرة المجلس، ولهذا السبب تشكلت وهي بلشت عملها من 2009 لجهة التخفيف من حجم البطالة في السوق الفلسطيني. نعم، كان في تجربة سابقة، هذه المرحلة الثانية من المسابقة، كان هناك تجربة سابقة أيضا في المشاريع الريادية، وكان في أيضا مشاريع فازت في هذه المسابقة. حدثنا أكثر عن التجربة السابقة وشو اللي استفدنا منها. كان في تجربة، يعني هي المرحلة الثانية بال 2016، المرحلة الأولى بال 2016 فازوا فيها مجموعة من الشباب بعدد من المشاريع. هي المشاريع هي مشاريع وذات أفكار ريادية. اليوم هم بمرحلة التطبيق، بعد طبعا ما تقدموا وتم تقييم المبادرات اللي تقدموا فيها وتم او فازوا في هاي المبادرات، واليوم هم في مرحلة التطبيق. قبل العام 2015 كان في تقريبا 40 شخص تقدموا لمبادرات، لليوم هم تقريبا 7 أو 8 اشخاص من ال 40 شخص هذول هم فازوا أو هم اليوم أصحاب أفكار وأصحاب مشاريع ريادية في البلد، وعندهم الإمكانية إنهم يشتغلوا لأنهم تعرضوا للتدريب اللي مكنهم من إنهم هم ينجحوا في مشاريعهم. وبالتالي انتهت المرحلة الثانية، اليوم احنا بصدد الخوض في المرحلة الأولى، اليوم احنا بصدد الخوض في تجربة المرحلة الثانية. نعم، إذا اللي بيفوزوا في هذه المسابقة بيحصلوا على تمويل وبيحصلوا على فرصة أيضا في تدريب وبدء يعني مشاريعهم الريادية، وهذا كمان بيعطيهم فرصة إنهم يأسسوا يعني شغلهم الخاص، صحيح؟ صحيح، الفكرة في مجلس التشغيل إنه مش فقط هو التمويل، يعني ممكن أنت تعطي التمويل بدون ما يكون في تمكين وبناء قدرات لهؤلاء الشباب، وبالتالي الفشل هو نتيجة حتمية. بالتالي بنقول انه يجب انه انت تتماشى مع التجارب او بناء على التجارب السابقة، انه انت تخضع مجموعة الشباب هذول لتدريبات إلى علاقة في إدارة المشاريع، إلى علاقة في دراسة الجدوى، إلى علاقة في السوق، ليقدروا هم ينجحوا كمان. وكمان لازم او المجلس دائما بيشتغل على انه يتابع ويقيم المشاريع اللي هو مولها خلال فترة الثلاث سنوات اللي جاية، زي ما بيصير في المرحلة الأولى هلا، إنه إحنا راح نتابع مع المشاريع اللي فازت لحتى نقدر نخرج معهم بنتيجة حتمية هي الفوز أو هي النجاح في مشاريعهم. بالتالي راح ندربهم
رح نمشي معهم خطوة بخطوة، وهي مسؤولية المؤسسات الشريكة في أنه هي تخلق تدريبات وبناء قدرات لهؤلاء الشباب اللي هم رح يفوزوا في هاي المسابقات. نعم، شو طبيعة المشاريع اللي ممكن تقدم لهذه المسابقة؟ هل في معايير معينة لقبول هذه المشاريع؟ بناء على الاحتياج اللي تم دراسته لمدينة لمحافظة رام الله والبيري، المشاريع اللي بحاجة إليها المدينة هي مشاريع سياحية، مشاريع مدرة للدخل، وكمان المشاريع اللي ممكن تفوز تكون لها أفكار، ذات أفكار إبداعية، أفكار جديدة قابلة للتطبيق، تكون كمان أنت شايف فيها فرصة الفوز أو فرصة الربح. بالتالي إحنا بيقول إنه المعايير إنه تكون فكرة جديدة إبداعية قابلة للتطبيق، وتكون كمان يعني فكرة ممكن تخلق مصدر دخل لعدد آخر من المجتمع المحلي. هاي المعايير اللي ممكن تكون. وهل في فئة عمرية مستهدفة يعني اللي هي ممكن تقدم لهذه المشاريع؟ الفئة العمرية اللي إحنا اخترناها هي من 18 ل 40 سنة، يعني شريحة واسعة، يعني شريحة واسعة بإمكانهم يقدموا، وبإمكانهم يقدموا على شكل أفراد أو مجموعات. حطينا كمان شكلين للتمويل أو للمبادرات، إنه هو يكون فردي وجماعي. الفردي راح يكون لحد 10,000 دولار، والجماعي لحد 20,000 دولار إذا كان في مجموعة من الناس. وأنا كمان دائما بننصح إنه الأفكار الجماعية هي بتكون، حتى لو كان هامش يعني الواحد ما يطلع على هامش الربح بالدرجة الأولى، ولكن كفكرة إنه أنت يكون في عندك مجموعة بخلق لك مساحة أكبر من الأفكار الإبداعية، وبالتالي أنت بتتشارك مع مجموعة من الناس، وهيك أنت بتوسع مشروعك شوي شوي. ممكن بعد 3 سنين كل حدا ممكن يروح لمشروع آخر ومختلف. صحيح. نديم، بالنسبة لفتح باب القبول يعني في 3 من الشهر القادم راح يكون، وأيضا في مرحلة أخرى فيما يتعلق بتقديم التدريب أو الاستشارة للمتقدمين، حدثنا أكثر عن هذا المجال. نعم، راح يكون باب القبول مفتوح بتاريخ 3/10/2016 لغاية 15/11/2016. بإمكان أي شخص خلال هاي الفترة يتقدم بطلب. بتاريخ 25/10 راح يكون في ورشة إرشادية لكيفية تعبئة الطلبات أو الاستفسار عن أو الإجابة على استفسارات الناس اللي راح تتقدم من خلال ملاحظاتهم على الابليكيشن أو الطلب اللي ممكن إحنا نزودهم فيه. خلال هاي الفترة أي شخص هو بإمكانه يتقدم للمبادرة. وكمان إحنا زي ما حكيت لك في البداية إنه إحنا مسؤوليتنا كمجلس محلي من خلال الشركة إنه إحنا نمشي خطوة بخطوة مع هدول المجموعات، لأنه يعني بتذكر بالمرحلة الأولى مشكورة مؤسسة ريفورم تقدمت في إنه هي دربت مجموعة الأشخاص اللي هم فازوا بالمشاريع، وكمان اتفقنا وأخذنا قرار إنه كمان مش فقط اللي هم اللي فازوا بالمشاريع راح يأخذوا تدريبات، ولكن كمان اللي ما فازوا واللي بيحب، لأنه أحيانا الفكرة بتكون في الرأس ما بيكون حدا قادر على أنه يترجمها على الورق. وبالتالي إحنا بنروح على هذا الاتجاه، أنه مهم جدا أنه أنت تخلق واقع جديد له علاقة بأنه أمكنك على أساس أنت تقدر تقدم، بس ما أجي أحاكمك على شيء أنت بتكتبه على الورق غير اللي موجود في ذهنك وفي رأسك. نعم، قديش مهم نديم يعني يمكن من خلال تواصلكم مع الفئات اللي قدمت للمسابقة الشباب، خلينا نقول يعني كمان هي فئة شابة، أنه يكون في إدراك لهي الأفكار، أهمية هاي الأفكار، وأنه كمان تعبير عنها. يمكن في ناس كتير كمان إحنا عندنا هاي الثقافة بنخاف من أفكارنا، بنفكر أنه ممكن تكون الفكرة مش مقبولة أو نستحي نحكيها. يعني إلى جانب هاي الفكرة كمان فكرة أنه يكون في إرادة وتصميم. صحيح. على أنه نواصل ونستمر، أنه مش بس مسابقة، أنه كمان يكون في عندنا مخرج من أزمة البطالة. ما ننتظر أنه الوظيفة، ما ننتظر أنه حدا بده يجي يعرض علينا شيء، لا، هون في مساحة أنه أنت تفكر وأنت يكون عندك هاي العزيمة والإرادة أنك تقدم لمشروعك. المشكلة اللي أنا لاحظتها في عند الشباب اللي هي الخوف والتردد في أنهم هم يخوضوا تجربة أفكار ومشاريع ريادية صغيرة لإلهم يبلشوا فيها حياتهم.
دائما بنروح على الطريق الاقصر انه بنبحث عن وظيفه، وللاسف واقع البلد معروف انه في حجم بطاله كبير، فيش سوق بيستوعب حجم البطاله، حجم هاي البطاله او خلينا نقول الخريجين. بالتالي عندنا الطريق الاقصر انه نبحث عن هذا الموضوع. احنا دائما بنقول لا، انه خلينا نحاول ونجرب، احنا مش خسرانين شيء، احنا اليوم في ارقام بطاله كبيره، خلينا نجرب، ولكن يعني بالمنطق، بالمعرفه، بالدراسه، خلينا نخوض تجربه المشاريع الرياديه الصغيره والافكار لننجح. اذا قدرنا انه احنا نتخطى حاجز الخوف ونروح على افكار ومشاريع رياديه جديده، انا بتوقع ان نقدر ننجح كشباب في انه نغير هذا الواقع، وبنقدر كمان احنا ننجح بجهد مجموعه من الشباب فكروا بهذا الموضوع. نديم، يعني كمان الى جانب ذلك، يعني مهم جدا نقيس ردود الفعل، قديش يعني انتم اشتغلتوا على الناس اللي فازوا مثلا في المرحله الاولى، كان لما شافوا مشاريعهم ترجمت على ارض الواقع، قديش هذا كمان بعطيهم طاقه بانهم يستمروا في العمل، وانه المرحله هاي مختلفه تماما عن المرحله السابقه، وممكن هم كمان يساعدوا اخرين على النهوض بافكارهم ومشاريعهم. يعني في جنبين، الجانب الايجابي انه في مجموعه من المبادرات نجحت وقدرت انه هي اليوم تاسس لمشاريع صغيره لإلهم. الشيء الثاني التخوف اللي موجود عند الشباب فيما يتعلق بكلمه القرض. احنا بنقول انه هذا المجلس هو بيقدم قرض بفائده صفريه، تمام، ولكن كلمه القرض والثقافه اللي عندنا بتحمي عن هاي الكلمه، هي بتخلي دائما الشاب متردد وبتخوفه، كيف اذا فشل كيف ممكن يحقق او عفوا يسدد هذا القرض، لانه في النهايه التزام عليه. احنا بنقول انه احنا بنمشي معك خطوه بخطوه، احنا بنضمن انه احنا نعطيك المعرفه اللي انت بتحتاجها للبدء في هذا المشروع، بضل عليك انت الجهد، بضل عليك المثابره، بضل عليك الرغبه، وبالتالي المشاريع اللي فازت هي دليل زي ما تفضلتي على انه في عنا الامكانيه انه ننجح، وفي عنا الامكانيه انه احنا نخلق واقع جديد غير هذا الواقع اللي احنا موجودين فيه. نعم. نديم، بتقدر تحكي لنا عن المشاريع اللي فازت، يعني شو هي المشاريع اللي كمان عشان ناخذ فكره، وكمان الناس اللي حابين يقدموا لهي المسابقه ياخذوا فكره شو هي طبيعه هاي المشاريع. المشاريع اللي احنا بندعو للتقديم لها هي تكون افكار جديده، افكار ممكن يكون في اعاده التدوير احيانا، كيف انك انت تستخدم الادوات، المواد اللي موجوده حواليك وتخلق منها شيء جديد. ممكن يكون اشياء لها علاقه بواقع العمل الاعلامي مثلا. في بتذكر واحده من المبادرات انه مجموعه فكرت انه هي تعمل مبادره، تعمل في استوديو اعلامي لتقدر تخرج الافلام او تمنتج الافلام، او وبالتالي هذا السوق اليوم بيستوعبه. واحدة من المبادرات اللي أنا بتذكرها هي الشمع، كيف أنت ممكن تعمل أدوات ومناظر وأشكال جديدة من الشمع. وكان في الأفكار منوعة، يعني الأفكار بالضبط منوعة، وهي مش محصورة في جانب معين، لكن الأهم أنه هي تكون يكون عندك إيمان، وإحنا نقيم في هاي الطلبات نشعر في أنه أنت عندك رغبة وحماسة في أنه أنت تستمر. صحيح. في هذا الموضوع، وفي ذات الوقت هي يعني لها حاجة، يعني في المجتمع يعني ممكن تلاقي لها يعني تصدير، تسويق في المجتمع، لأنه كمان في ناس ممكن ترغب يعني في هاي الخدمات المقدمة من هاي المشاريع. نديم، في عقبات معينة ممكن تواجه سواء المتقدمين سواء البدء في تنفيذ هاي المشاريع؟ حاولنا انه احنا نحل كل العقبات واللي ممكن تواجه الشباب في التقديم، عشان هيك قلنا انه احنا راح نمشي معهم خطوة بخطوة، ابتداء من التدريبات اللي احنا راح نعطيهم اياها في ادارة المشاريع، في التسويق، في دراسة الجدوى، في كل شيء بيحتاجوه في مشاريعهم، ابتداء من التمويل. احنا التمويل راح نمشي كمان معهم خطوة بخطوة في 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 الادوات اللي هم بيحتاجوا لشرائها، راح نورد لهم اياها خطوة بخطوة. كمان فيما يتعلق بالمتابعة والتقييم، راح يكون في فريق عمل المشاريع في المجلس، هو على مدار المشروع اللي هو بنحدده سنتين او ثلاث حسب كل فكرة، انه احنا راح يكون في عندنا زيارات ميدانية، راح يكون عندنا في متابعة وتقييم، راح يكون في عندنا جلسات كمان لنشوف وين وصل المشروع، شو العقبات اللي هو بتواجهه لنقدر نشتغل
تسجل على حلها. جميل، بتحب تضيف اي شيء في الختام نديم؟ بحب اضيف شيء واحد، انه يعني انا هاي دعوه للكل انه يقدم لهي المشاريع، يجرب شيء جديد غير الانتظار الوظيفه الروتينيه، يحاول يغامر بمنطقه او بشيء مدروس ويقدم فكره جديده. وانا بدعو كل الشباب انه يقدم لهي المشاريع، لانه هي ممكن تكون الحل او الطريق للبدء في صياغه مفهوم جديد له علاقه بانه نطلع من هذا الواقع اللي احنا فيه. بالفعل، وهذا هو استثمار الطاقات الشبابيه يعني، والايمان بقدراتنا وبطاقاتنا بانه ممكن كمان نوظفها بشيء بيخدمنا وبيخدم المجتمع. صح. في ذات الوقت كل الشكر لوجودك معنا ديما، اتمنى توفيق للجميع. شكرا لكم كمان. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا، ننتقل الى زميلتنا ريما المصري وكلمه الفلك في هذا الصباح.